بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الشهوات الروحية، إزاي الواحد يتظبط على اشتهاء الأمور الروحية، اشتهاء الصلاة، اشتهاء السهر، اشتهاء التوبة، اشتهاء إنه الخدمة، اشتهاء خلاص النفوس، اشتهاء الإنجيل. تعالوا ناخد شهوة اسمها شهوة السجود. شهوة السجود، هل ممكن السجود ده يبقى شهوة؟ بانت يا حبايبي فلما بعض الشخصيات وهي بتموت بتحاول تسجد. ده ما يحصلش إلا مع واحد الموضوع ده غوي، بيحبه، مشتاق له، متبرمج عليه لدرجة إنه بيعمله في لحظات صعبة جدا. يقال إن القديس يعقوب اللي كان يلقب بأخو الرب، اللي هو ابن خالة ربنا يسوع له المجد، ابن مريم الأخرى، مش يعقوب النزابتي، ابن كلوب، يعقوب كان يحب السجود لدرجة يقول ركبه كانت كخف الجمل، فكان كثير السجود. حتى كان اليهود يسموه يعقوب البار، وعشان كده حتى الكنيسة أجمعت على اختياره أول أسقف لأورشليم أو كبير الرسل، لأنه مقبول عند اليهود، وهو اللي كتب رسالة يعقوب. يعقوب يقال أن اليهود في الآخر تأمروا عليه عشان يموتوه زي بقية الرسل، فزقوه من الجبل وابتدوا يرموا عليه طوب، عملية رجم يعني. شافوا منظر غريب بيسجله التاريخ، أن يعقوب وهو في اللاوعي بقى يتكوم كده ومات وهو ساجد لأنه بيحب السجود، وكأنه أعاد تاريخ يعقوب الأول اللي مات على رأس عصا، أو اللي سجد قبل ما يطلع النفس بساعات، سجد على رأس عصا من حبه في السجود. يبقى واضح أنه بتوع ربنا دول ممكن حبهم لربنا يوصل إلى شهوة سجود. اللي يحطنا قدام الموقف ده السامرية بالذات، وإحنا داخلين في الصيام عليها، السامرية طرحت السؤال وكأنها شهوة، أو الشهوة البريئة الوحيدة اللي في قلبها. الست دي عاشت في شهوات بطالة كتير، وجاي حتى مشتهية المية بتاعت البير، فابتدى المسيح يحرك فيها شهوات أخرى، شهوة الماء الحي. ففاجئتنا أن عندها شهوة روحية. قالت له إيه؟ هو السجود فين؟ أنا نفسي أسجد، عاوز أسجد لربنا. فمشي معها في السؤال لأنها شهوة مقدسة، زي واحد نفسه يعمل حاجة عشان يصطلح مع ربنا، عاوز يقدم لربنا كل حاجة بطريقة ساذجة كده. قالت له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لا يسوع، يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. لأن السامريين كانوا مخلطين فكر وثني على فكر يهودي، فطلعين بتشكيلة كده مخلطة، ما تبقاش عارف لهم دول يهود ولا أمم، فهم حاجة في النص كده. عشان كده اليهود كانوا يكرهوا السامريين قوي ويعتبروهم كفرة، وكانوا لما يشتموا يهود يقولون أنت سامري، زي ما شتموا المسيح. ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أول معنى للسجود شهوة السجود، شكرا. نفسي تجربوا دي أحبائي وتبقى جزء من حياتكم، أن يكون مثلا في عملية في إيدك صعبة، أول ما تخلص تدخل وتقفل على نفسك وتسجد، أشكرك يا رب. أنا شفتها في جراح كبير، لما حاجة تعصلك منه بالذات بعد العملية قبل أي حاجة، يقفل ويسجد شكرا لله، لأنه كان في حياة واحد هيموت في إيده. وارد لما يوم يعدي على خير وفي مشاكل كتير ما يستاهلش تسجد ولو مرة في آخر اليوم، أشكرك يا رب أن اليوم عدى على خير. شهوة السجود كتعبير شكر، الشكر ده مهم، والشكر ما يكفوش كلمة أشكرك يا رب، ساعات السجود يقدم المعنى بطريقة أجمل.
اللي عمل دي يعقوب الكبير بتاع زمان، يقول عين إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، ثقلت، كانت قد ثقلت من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر. فيوسف جايب له عياله، عياله شباب دلوقتي، حفايد أحفاد يعقوب اللي هم إفرايم ومناس، فقبلهما واحتضنهما، هو مش شايفهم كويس غصب عن عينيه يعني، بس مش مصدق، لأن يوسف بالنسبة له كان مات. فمش بس يوسف عايش، يوسف عايش وجايب له عياله، وعياله شباب حلوين كبار، فهو بالنسبة له فرحته، يا رب انت، انا ما كنتش استاهل اطلب منك خلي يوسف يرجع، ما كنتش قادر اطلبها، انا ببكي حزنا ومش طالب حتى انه يعيش، توريني يوسف بعياله. وقال اسرائيل يوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك، هو ظله قد اراني نسلك ايضا، يعني مش عارف اقول له ايه ربنا ده. ثم اخرجهما يوسف، بصوا عمل ايه، منسيش نفسه بقى في المشاعر البشرية وهيص وفرحان وتعالى يا إفرايم احكي لي عنك وعن مدرستك وعن، لا لا لا، طلع العيال من حضنه كده وسجد أمام وجهه إلى الأرض. يعني قبل ما ينسى نفسه في الانطلاق مع يوسف وعياله، قال لا استنوا بس، استنوا عليا شوية، يستاهل مني الحمد والشكر، وسجد وخر على وجهه. يبقى واضح ان احنا عاوزين نضيف على حياتنا كده شهوة السجود شكرا. لما تبقى عندك يوم خدمة عصيب وانت مسؤول، مش ترجع تسجد تقول اشكرك يا رب. لما تحصل مشكلة معقدة وتتفك، ما تستاهلش تسجد للارض وتقول اشكرك يا رب. لما مرضك انت كان ممكن يبقى خطير وبعدين ربنا ينقذك منه، ده ما يستاهلش السجود شكرا. لما ابنك تفرح بيه وتلاقيه نجح مثلا في مرحلة مهمة، ما يستاهلش منك الشكر، سجود شكر. يبقى دي شهوة سجود الواحد بيعبر بيها عن محبته لربنا. موقف تاني قبلها بسنين بقى، تكوين 24، إليعازر الدمشقي كان رايح مأمورية صعبة قوي، أبونا إبراهيم بعته يقول له إيه، تروح تجيب لنا عروسة لإسحاق وترجع. أبونا إبراهيم ده أصله إيه، اللهوي قوي، فإيه شايف الدنيا سهلة، يروح لإليعازر هات عروسة وتعالى. إيه العروسة وتعالى دي، ومين هيرضى يمشي معايا انا ومحدش شاف العريس ولا عارف؟ لو انا بصلي خلاص، بدل اصلي روح انت وخلاص. هو عايش على ايمان سيد ابراهيم، فسافر فلقى البنيه الطيبه رفقه بقى طالعه ايه تسقي الجمال. قال لها يا بنت من انت، اخبريني، هل في بيت ابوك مكان نبيت؟ قالت له انا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لناحور. هو سمع نحور، هو يسمع الاسم ابن ابراهيم، ده اخو ابراهيم الكبير. قالت له عندنا تبن وعلف ومكان تبيته. فخر الرجل، ما كملش، ما ردش عليها، ما ردش عليها ليه؟ دي قريبتهم، ما كان لازم تبقى قريبتهم على فكرة، وعمالة تعرض مبيت، يعني الحكاية خلاص متستفة من اول لحظة. فقام هو سابها وخر وسجد شكر لله. ليه عاوز يقول له ايه التسهيلات دي يا رب من اولها كده؟ أول واحدة أتكلم معاها تطلع متزبطة يعني. خر الرجل وسجد للرب وقال مبارك الرب إله سيد إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوات سيدي. وعلى فكرة لما وافقوا سجد تاني بعدها بكم آية، لما قال لهم بصوا أنا جاي أطلب بنتكم لابن سيدي، ها تقولوا إيه؟ فضلوا يتقالوا كده، وبعدين قالوا له خلاص، سابهم وراح سجد عشان يذكر ربنا. فالراجل ده كان شارب عن ابونا ابراهيم حركة السجود شكرا. موقف كمان في حياة ربنا يسوع له المجد على الارض، لما شفى العشرة برز بكلمة، رجع واحد بس فرق مع ربنا، واحد لما رأى انه شفي رجع يمجد الله وخر على وجهه. خلي بالكم محدش قال له اسجد، ومفيش طقس بيقول كده، بس ده شعور تلقائي، واحد مش مصدق البرص راح مني، 10-20 سنة خفيت، هرجع بني آدم طبيعي، هدخل وسط الناس، ده بكلمة، ده في ثانية، ده يستاهل أسجد له طول العمر. فخر على وجهه معطيا مجدا لله عند رجليه شاكرا له وكان سامريا. كلكم عارفين ان ربنا يسوع فرح بي، وقال اين التسعة؟ احنا من التسعة يا جماعة، احنا من التسعة اللي لا نخر على وجوهنا شكرا، مع ان ياما ربنا بيعمل معانا حاجات يعني اكتر مما نظن او نفتكر او نطلب، وبالتأكيد اكتر مما نستحق.
تاني نوع من السجود شهوة السجود توبة، زي ما في اشتياق كده للإنسان إنه يسجد وهو بيقول أشكرك يا رب من قلبه، في اشتياق للإنسان الخاطئ إنه يسجد وهو بيقول له سامحني يا رب. برضو دي ملهاش طقس محدد، يعني إيه؟ دي بتطلع تلقائية من قلب منكسر، من قلب خجلان. أشهر شخصية طبعا اللي بنصليها في نص الليل الست الخاطئة. المرأة الخاطئة عملت إيه؟ وقفت عند قدميه من ورائه باكية. في الأول خلي بالكم كانت واقفة، والمسيح بيبقى متكئ زي بيحطوا له مخدات كده، ما كانش في كراسي قوي في الزمن ده يعني، فقاعد مريح كده. فهي واقفة وراه مكسوفة وابتدت تعيط، واقفة ناحية رجليه، فدموعها نازلة زي المطر، غرقت رجليه، قامت كسفت، قامت وطت، سجدت وبقت تشيل الدموع بشعر راسها. فالسجود هنا حصل تلقائي، بس هي مشتهية انها تبوس رجله، شهوتها كده، فمش هينفع تعمل كده لان رجليه على الارض الا لما تسجد. وربنا يسوع سابها تعمل كده عشان يعلمنا كلنا درس طول العمر. عندك شهوة التوبة زي الست دي، حطها لنا الكنيسة كل ليلة في نص الليل عشان تقول لك عندك مشاعر زي الحتة زي الست دي، اعطيني يا رب ينابيع دموع كتيرة. طب ما كلنا خطاة وكلنا نستاهل يتقال عننا مرأة خاطئة، محدش فينا كويس يعني، لكن محدش فينا بيسجد سجود توبة بالنوع الحلو ده. قيل عن أبو صمويل القانا جوز حنة أم صمويل، كان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. ده مزيج من التوبة والشكر. الناس الطيبين بتوع زمان بتوع اليهود دول، تخلي بالكوا ده زيادة عن 1000 سنة قبل المسيح، دول ناس بسطة فلاحين، أبو صمويل ده، لكن ما يعرفش يعمل غير كلمتين، أشكرك يا رب سامحني يا رب، ويحط راسه في الأرض. هذه العبادة بالنسبة له، يجيب ذبيحة وهو زي ذبيحة بيقول سامحني، لأنه غلط طول السنة بيقدمها مرة في السنة، فذبيحة توبة يعني. سموها ذبيحة اسم، ذبيحة كفارة، يعني ليها كذا اسم بس أو ليها كذا شكل يعني. وكان هناك في الوقت بقى اللي الكهنة ما يعرفوش السجود ولا ريحة التوبة ولا حاجة، لكن بصوا للتعبير، بيصعد مخصوص ليسجد ويقدم ذبيحة. يعني واحد رايح يضرب المشوار للكنيسة عشان يحط راسه تحت ستر الهيكل حتى لو الكنيسة فاضية، خلاص ده بالنسبة له عمل واجب مع ربنا عشان يقول له سامحني يا رب. عمرك جربت انك تدخل الكنيسة وهي فاضية تسجد قدام الهيكل عشان تقول له سامحني؟ ده سجود جميل، دي شهوة قلب. عشان كده السامرية كانت بتقول له اروح فين عشان اعمل كده؟ قال لها مش محتاجة فين دلوقتي، اعملي دلوقتي، بدل نفسك تسجدي اسجدي دلوقتي. ثالث او موقف هنا في شهوة التوبة، لما يشوع عمل وقع في غلطة كبيرة، مش هو اللي وقع الحقيقة، حد من شعبه أجرم عخان ابن كرمي وسرق من الغنايم. حصل كلكم عارفين القصة انه لما دخلوا في المعركة اللي بعدها بتاعت قرية عاي، قرية عاي دي تعبانة قوي، اتهزموا قدام عاي، فكانت كارثة. ليه؟ أول ما يطلع عليهم سمعة انهم اتغلبوا مرة، كل شعوب كنعان هتهيك عليهم، لأن شعوب كنعان مرعوبين منهم، طلع عليهم سمعة ما بيتغلبوش، فلو اتغلبوا مرة بس يبقى السمعة غلط، هيهيجوا بقى. فلما اتغلب مزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، وضعوا ترابا على رؤوسهم. آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا؟ هل يا يشوع لازم تعمل كده؟ لا مش لازم، بس دي طلعة تلقائي، شهوة خجل من ربنا. ليه سبتنا يا رب؟ ليه رفعت ايدك عننا؟ ليه تهزمنا المرة دي؟ هو انت زعلت بجد؟ هو احنا عملنا حاجة كبيرة كده؟ هو ما كانش عارف لسه العملة، هو مش فاهم، بس هو متأكد ان في حاجة غلط، لان ربنا من اول اصحاح قال له مش هسيبك ومعاك، ومنين ما تحط رجلك هديك. المرة دي فجأة النور قطع، ربنا مش معانا، لازم في حاجة غلط. فبقى حاطط راسه في الأرض، لازم أعرف، طب قول لي عملت إيه، أنا مش فاهم. فربنا رد عليه في آخر النهار وقال له لا، عندك في وسطك حرام يا إسرائيل، في مصيبة حصلت، أنتوا دخلتوا الوثنية وسط الشعب بعملة عخان دي،
ثالث نوع من السجود او شهوة السجود، شهوة السجود شفاعة، اللي هي بقى يعملها القسيس الاسقف طبعا ويعملها الخادم، وانت بتصلي عشان حد، بتسجد من اجل ولادك، من اجل خدمتك، من اجل البعيدين، من اجل المريض، من اجل اللي عنده مشكلة صعبة. انت هنا مش بتصلي لنفسك توبة ولا بتقول اشكرك يا رب، دول موقفين خلاص واضحين ومهمين جدا. لا، في موقف ثالث للسجود نفسنا نشتهيه، انك انت تسجد لله وانت تشفع في انسان. زي ايه؟ عزرا. عزرا ده شخصية عظيمة جدا، ده اللي جمع اصفار العهد القديم، تجميع عزرا المشهورة دي. عزرا كان انسان تقي مستقيم جدا، وهو كاتب. كاتب يعني بينسخ العهد القديم ويعرف يشرحه، هي كلمة كاتب معناها كده، حافظ التوراة ويسمعها ويعلمها للناس وينسخها ويقدر يشرح. فعزرا الكاتب اللي قصد به المسيح كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقاء، اكتشف ما كانش مصدقه ان كتير من الشباب اليهودي اتجوزوا بنات امميات وثنيات وجابوا عيال من الوثنيات ما تختنوش وبيكلموا اللغات الوثنية. هما كانوا راجعين من السبي، فهو مش واخد باله من ان وصلت الى هذه الدرجة البعد عن ربنا. فطبعا مبقاش عارف يعمل ايه، ده بيقولوا له الافات اتجوزوا غلط، جوازات ملخبطة وعيالهم ملخبطين ملهاش حل. ففضل ساجد للارض يبكي يوم بحاله ويشفع، يا رب شوف لك حال، مش عارف اعمل ايه، طيب ارحمهم. هو مش غلطان في ذاته، هو مش غلطان، وهنا مش موقف شكر، يبقى لا توبة شخصية ولا شكر، بس هو شفاعة في شعبه. فيقول عند تقدمة المساء قمت من تزللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جسوت على ركبتي، ده قمت لأنه كان قاعد على الأرض في الرماد بيبكي، وبسطت يدي للرب إلهي وبدأت صلاة جميلة جدا. عزرا 9 ده مشهور من أجمل صلوات العهد القديم، بدأها بكلمة إيه؟ اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كسرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. وفضل يعتذر لربنا وبعدين يقول له طب أعمل يا رب، قالوا الحل على طول، والشعب خد موقف وتنقوا ورجعوا الستات لبلادها والعيال وتابوا توبة قوية جدا بشفاعة عزرا، بسجود عزرا، بصلوات هذا الرجل. إيليا النبي نفس الموقف، إيليا كان قفل السماء 3 سنين ونص بكلمة، وبعدين ربنا قال له يلا كفاية إيليا روح قابل أخاب وسمعه كلمتين خلينا نفتح السماء. هو إيليا مش فارق معه، لأن إيليا كان قاعد عند المية عند نهر كريس بيجي له الغراب، ولما خلص النهر راح لأرملة صرفة صيدة الزيت ما بيخلص، فعارف يعيش. إنما المية لازم تنزل لأن الناس ماتت من الجوع. فيحصل ايه؟ إيليا صعد الى رأس الكرمل وخر الى الارض. خلي بالكو ده يوم ما نزل نار كان قاعد باشا، يعني وهو بينزل نار قبلها باصحاح كان قوي قوي، وحتى ما كانش يعني مفكرش يسجد في رأيه، لكن هو كان واثق في ربنا جدا، ربنا نزل النار. انما من اجل المطر اللي هيجي للناس سجد للارض، المطر منزلش سجد تاني، مطر منزلش سجد تالت. طب انت يا إيليا مش محتاج، مش فارق معاك، انت راجل ناسك كده كده السماء بتعولك، انت يعني عايش في معجزة مستمرة. ايوه بس الناس، انا عاوز المطر ينزل. نزل بسجود إيليا، بشفاعة إيليا. يبقى عندنا شهوة السجود شفاعة في الناس. تأكد لما تحني هامتك وتكسر ركبك قدام ربنا من اجل شخص، دي كبيرة عند ربنا، لأنك حتى مش أناني بتصلي لنفسك، بتصلي لحد تاني. موقف آخر عمله سليمان لما كان كويس. سليمان لما عمل الهيكل كان متدين جدا وكان روحاني، واخد من أبوه بقى عز توبة داود وقلبه الحلم. فسليمان لما دشن الهيكل صلى صلوة طويلة على ركبه وناسي نفسه، تلاقي ركبه عيني نملت لما استوت. يقول كان لما انتهى سليمان من الصلاة دي من أطول صلوات الكتاب كله، صلاة سليمان يوم ما دشن الهيكل قالها كلها وهو راكع.
إلى الرب كل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض، يبقى كان إيه؟ كان راكع قدام المذبح من الجسو على ركبتيه ويدهما. تصور واحد عامل كده وعلى ركبه ساعة على الأقل، على الأقل ساعة. طب دي إيه معناها دي؟ هو مش بيصلي لنفسه، ده بيطلب للأجيال، ده بيقول له يا رب لو شعبك بعد عنك وزاغ ورجعوا يقولوا لك سامحنا وبصوا بس ناحية الهيكل تسامح، والبيت ده عينك تبقى عليه ودانك مفتوحة فيه، ولو حتى سابتهم في بلد بعيدة ويفتحوا شبابيكم في البلاد في اتجاه الهيكل، القبلة بتاعت زمن هي دي، تقبلهم يا رب وترجعهم تاني يصلوا في الهيكل ده. ايه الصلوة العظيمة على فكرة؟ دي اساس صلاة تدشين الهيكل دلوقتي، كلمات سليمان في ملوك الاول 8. بس بصوا عظمة هذا الرجل وهو بيشفع في الهيكل وفي شعبه ومش لنفسه، الموضوع مش شخصي، ده كله صلوات للأجيال وللناس اللي حواليه. موقف آخر يعيشه القديس بولس وهو في السجن. السجن بولس مش طايل يبشر، مش قادر يروح للناس، يقول في أفسس إيه وهو في روما في سجن روما: بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحي في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ده كل ده في صلاته. يبقى الرجل في روما بيركع عشان الناس في أفسس تمتلئ بالروح. طب ما تقول ما تركع عشان ربنا يفك سجنك، لا، هنا شهوة السجود شفاعة في الناس. شهوة السجود عبادة، عبادة هنا أو حب، لأن نفس المعنى. في واحد بقى يسجد يعني يعمل مطانية حب لله كأنه بيحضن ربنا، وهي دي بقى أكتر شكل في الصيام الكبير. احنا المطانيات أساسية في الصيام، لكن ممكن تعمل مطانية شكر طبعا، تعمل مطانية توبة أساسي، تعمل مطانية شفاعة أو طلب من أجل حد. لكن إيه رأيك في مطانية بس سجود لله؟ زي ما الكتاب قال إيه؟ إن المجوس جايين من آخر الدنيا يقولوا إيه؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ أتينا إيه؟ لنسجد له. بس كده هنسجد ونمشي. يا سلام، تصوروا احنا يا جماعة بنستخسر نوطي للأرض، في ناس سافرت شهور عشان تعمل الحركة دي وتروح. مش حاجة تكسف ان احنا بنستكتر نوطي، ويبقى في ناس جاية من آخر الدنيا عشان اللحظة دي اللي تقابل فيها المسيح توطي وتروح، وكأنهم بالسجدة دي اعتبروا إلههم كده انتموا ليها يدخلوا السماء. وعشان كده من ألحان عيد الميلاد نقول ساجدين له مع البقية. احنا بنسجد في عيد الميلاد على حس المجوس فرحا بميلاد المسيح. يوحنا المعمدان الشخص المحبوب جدا عند ربنا صديق العريس بيقول معنى يؤكد انه كان بيسجد، بيقول انا ما استاهلش اعمل ايه؟ انحني. ها؟ يبقى هو حاسس انه بيعبد المسيح عبادة، والدليل على كده انه في بطن امه سجد، يسجد في بطن أمه، ارتكد الجنين في بطن بابتهاج، إنما دي كانت حركة سجود يوحنا أول مرة يسجد هو جنين للمسيح في بطن أمه العذر. المولود أعمى اللي هنشوفه في الصيام برضو عمل حركة تلقائية لما اكتشف المسيح. خلي بالكو المولود أعمى عارف صوته بس ما شافوش، انتوا فاهمين دي؟ المولود أعمى لما تقابل مع المسيح كان أعمى، بس عموما اي حد بلايند ودانه مصحصحه جدا عموما كده. فهو سمع حس المسيح وهو بيقول له ايه؟ اذهب اغتسل في بركه سلوان. مضى واغتسل وعاد بصيرا ما لقاش المسيح فما شافوش. دخل بقى المجمع وفضلوا شرحوا فيه، وانت اصلك ما بتفهمش، احنا بنقول لك الراجل ده خاطي ما ينفعش يعمل كده يوم سبت، هو قاعد يدافع. طردوه في الاخر، هم طردوه من المجمع، لقى واحد على باب المجمع فقال له بنفس الصوت: أتؤمن بابن الله؟ فعلى طول الصوت رن، ما هو ده الصوت اللي بيقول له من شوية ايه؟ اذهب اغتسل. قال له أين هو لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك، يعني هو لقط. فقال له هو فين؟ قال له اللي قدامك. على طول سجد. سجد ليه؟ حب، سجد عبادة، لأنه فاهم كويس أنه ده مش إنسان، لا،
لأن هو لسه قايل لهم في المجمع ما سمعناش عن حد أبدا فتح عيني مولود أعمى. فهو قلبه قال له أنه لا ده يستحق العبادة، يستحق كل الحب، يستحق السجود. ربنا يسوع لخص كل ده في كلمة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. إذن طعم آخر للسجود إن إحنا نسجد كعبيد لله ونسجد حبا في الله. شهوة السجود كمان مع التسبيح بمعنى إيه؟ لما الواحد يكون بيشكر ربنا وعنده مشاعر توبة وبيصلي للناس، كل دي أنواع من السجدات أو المطانيات أو بيسجد عبادة لله، في مزيج من العبادة اللي فيها تسبيح مع سجود، تقول شكر مع فرح. لأن خلي بالكم المطانية مش معناها كآبة والصوم مش معناها حزن، لا، احنا جوه الصيام فرحانين وبنسبح. مين قال ان احنا مش بنسبح في الصيام؟ يقول جميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش، ده المنظر اللي في السماء بقى، والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين إيه؟ لا بيقولوا سامحنا ما خلاص بقى، ولا بيقولوا ارحم الناس برضو خلاص، بيقولوا أمين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة اللي هي ثكتة يقوم، دي أساس ثكتة يقوم، والقدرة لإلهنا إلى أبد الأبدين أمين. يبقى وهم بيسجدوا بيسبح، لأن في ناس تقول إيه اللي يجيب السجود للتسبيح، ده جو غير الجو. لا أنت مش فاهم، ده هو نفس الجو. هو أنت لما بتقول أجيوز المفروض تسجد، أجيوز دي تسبيح، زوك سابتري ما أنت بتسجد لأن زوك سابتري دي تسبيح. أبونا إبراهيم زمان رفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، كان المسيح والملائكة، فلما نظر ركض لاستقبالهم وقلبه قال له لازم تسجد، وعمل لهم احتفال وليمة. الوليمة دي زي التسبيحة بالضبط، فعمل لهم تسبيحة وليمة أو وليمة تسبيحة كده وهو بيسجد ليهم، وقال لو وجدت نعمة بس ما تعدوش عليا كده وخلاص. بصوا بقى، بينما نحن نهتم بالسجود لإلهنا العالم كله يسجد للشيطان. يمكن معنى غريب بس خلي بالكم المعنى ده كتابي. يعني ايه؟ فعلا العالم بيسجد للشيطان، الشيطان يحب يخلي العالم يسجد له والعالم مش دريانين بكده، بدليل انه جه يقول للمسيح مندوبا عن كل البشر اعطيك هذه جميعها ايه إن خررت وسجدت لي. ده اللي بيعمله مع كل الناس. السجود للشيطان مش طبعا في عبادة الشيطان بيسجدوا للشيطان حرفا، لكن السجود للشيطان معناه انك انت تخضع فكرك لفكره، فتفكر زيه، تفكر في الشهوات، تنتقم لنفسك، تأذي الناس، تبقى بتفكر فكر شيطاني لان مخك تبعه، مخك تحت رجليه، وهكذا يفعل اغلب البشر. نفس الكلام جه في رؤية 9 في كلمة جميلة قوي، يقول أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات، كان في ضربات عشان الناس تتوب، فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشيطان. بصوا التعبير، يبقى التوبة تطلعك بره السجود للشياطين، لكن طول ما أنت مش تايب أنت في حالة سجود للشياطين. فربنا نزل بضربات على الناس عشان تتوب، إنما هم عاندوا وما تابوش رغم الضربات لألا يبطلوا سجود للشياطين حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. يبقى احنا ليه بنحب السجود؟ السجود يا جماعة يميزنا عن بقية البشر. عشان كده في صلاة التسعة في التحليل التسعة نقول يا رب احسبنا مع الساجدين الحقيقيين المستحقين لألم ابنك الوحيد. يعني يا رب في الآخر احسبنا مع الناس اللي يستاهلوا يسجدوا لك فيتحسبوا تبعك، لأن بقية البشر محسوبين تبع الشيطان. أقول بقى طقس المطانية يا حبايبي بتاع الصيام ده، كلمة ميتانوا أو ميتانيا كلمة يوناني معناها تغيير فكر أو تغيير اتجاه، لأنها تعبير عن التوبة. أنا في الصيام عاوز شهوات روحية مش عاوز شهوات جسدية،
عاوز ابطل اكل واقرا الانجيل اكتر، عاوز ابطل انام واقعد مع ربنا اسهر، عاوز ما افكرش في نفسي وافكر في الناس. الشيفت ده، تغيير الاتجاه ده، هو ده طعم المطانية. فانا الجسد بيعبر معايا عن الفكرة ان انا بتغير، فلما بنزل للارض وبقف تاني كاني بقيت واحد تاني، كان دماغي دي اتبدلت، دماغي مختلف، مش بفكر زي الاول، رميت الفكرة اللي بتاعت التراب دي سبتها تحت وطلعت فوق، دماغي تبع فوق بقى، اتحشت افكار جديدة. ادي منهج المطانية. عشان كده تلاحظوا انه ابائنا كانوا يعلمونا المطانية ما تفردش ايدك، الصح بتاعها تبقى ايه؟ قافل ايدك، قبضة كده. ليه؟ اولا علامة النشاط والالتزام، وانت بتزق الارض زق كده كأنك عاوز الدنيا وماسك فيها، واخدين بالكم؟ انما كده انت ماسك في ربنا، فمش عاوز تمسك الدنيا، انت قافل ايدك. فالصح كده طبعا، يعني اللي مش عظمه مكسر يعملها بأي طريقة، بس احنا بنقول لكم اللي استلمناه يعني. وكده على فكرة أقوى شوية لأنها بتديك عضلات أكتر. فعموما القبضة المقفولة معناها أنا مسكت الحياة الأبدية، فأنا مش عاوز أمسك الدنيا، مش عاوز أبسط إيدي على الأرض، لكن أنا جوايا خلاص المسيح اللي ماسك فيه. طقس المطانية كمان معناه رفص الأرض، انت بتزق الارض عشان ترفع راسك، رفض الحياة الجسدية او الارضية، ان بتتعالى او تتسامى عن الكرامة والفلوس والحاجات الزيادة دي. كمان طقس المطانية لازم ترفع راسك كل شوي، عشان كده في ناس تعمل ايه؟ تسجد وتقعد تحت، غالبا بينام او بيوفر ظهره. لا، مش هي دي المطانية. او المطانية لازم تكمل انك تبقى واقف، لازم، لان الوقفة دي معناها انتصرت، معناها اتصلبت، معناها خلاص عينيك في عينين ربنا، نحوك اعيننا. عموما مع ان طقس المطانية متعب للجسد، بس ده بيحقق فكرة ان الصيام ذبيحة حب، قدموا اجسادكم ذبيحة، فبتقدمها انك انت صايم، وبتقدمها كمان بشكل السجود كده، انت بتعمل اللي قاله الكتاب، قدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، يعني مخك شغال وانت بتسجد. شغال ايه بقى؟ شغال اما شكر، اما توبة، اما شفاعة، اما حب. اقولهم تاني، شغال اما شكر، اما توبة، اما شفاعة، اما حب وعبادة لإلهنا كل مجد وكرامة.